هذا كلام بديهي، ولكنه زمن صعب يجب على المرء فيه أن يؤكد البديهيات. العرب أمة واحدة، مسلمين وغير مسلمين. المسلمون أمة واحدة، عربا وغير عرب. السنة والشيعة وغيرهم من المذاهب أمة واحدة. هذه أولا وثانيا وثالثا، ورتبها كما شئت. رابعا، هذه المذاهب والطوائف والأعراق تعيش على هذه الأرض منذ مئات السنين، لم يقضي أحدها على الآخر من قبل، ولا يوجد سبب يدعونا للظن أن أحدها يمكنه أن يقضي على الآخر اليوم ولا غدا، ولا سبيل لهم جميعا سوى العيش معا. والعيش معا لا يكون إلا بالمساواة بينهم في الحقوق، لأن الظلم يولد الغضب، والغاضب الأعزل في منطقة واقعة في أوسط الأرض مطموع فيها كمنطقتنا سيجد ألف مصدر للسلاح. خامسا، المساواة في الحقوق هي ألا يعاقب المرء على ما لم يختر، فلا يعاقب على عرقه ولا لونه ولا دينه الموروث ولا جنسه ولا على أي شيء يدخل في هذا الباب. وإذا كانت المساواة بين أصحاب الديانات والأعراق شرط العيش في هذه المنطقة، فإن عدم المساواة بينهم هو الأساس الذي قامت عليه دولة إسرائيل. فالنظام السياسي في إسرائيل هو النظام الوحيد على وجه الأرض الذي يمنح الجنسية على أساس الدين الموروث. ولو كان الفلسطينيون أتباعاً لذلك الدين لما طردوا، ولو تحولوا إليه اليوم بسحر ساحر لما منعوا من العودة، ولا منحت بيوتهم التي بنوها بأيديهم للمهاجرين من أقاصي الأرض يسكنونها دونهم. سادساً، يمتلك هذا النظام السياسي الذي يفرق ما بين الناس على أساس الدين الموروث ترسانة نووية وأسلحة غير تقليدية وسلاح طيران متفوق تشكل كلها خطراً وجودياً على الإقليم، وهو بدوره يعتبر نمو أي قوة إقليمية خطراً وجودياً عليه. سابعاً، بناء على ما سبق، فإن نظام الفصل العنصري هذا يشكل تهديداً مشتركاً للأمة كلها بكافة طوائفها، بل ولكل إنسان في هذا العالم لا يريد أن تسوده دول تفرق ما بين الناس على أساس من العرق والدين، وتعاقب الناس على ما ولدوا به من صفات وعقائد. ثامناً، إن الحروب الأهلية بين طوائف الأمة والطائفية نوع من العنصرية كلفتها من القتلى والمهجرين والمشردين أكثر مما كلفتها حروبها ضد الغزاة العنصريين بدورهم. فخطورة عنصرية أحدنا ضد أخيه لا تقل بحال عن خطورة عنصرية الغازي المستعمر علينا. تاسعاً، إن الأمة وقد جرى بينها ما جرى من دم لن تتوحد اليوم إلا على مجابهة تهديدها المشترك. إن أي محاولة لتوحيد الأمة ضد طائفة من طوائفها تناقض يسد عين الشمس. ولا أعني هنا أن يسامح الناس طغاتهم ومستبديهم، فهم ما صاروا حكاما إلا بتقسيم الأمة ثم التسيد على أقسامها. إنما أعني أن لا يعادي الناس الناس، ولا يعاقب أحدنا الآخر على ما ولد به من عرق أو دين أو مذهب. عاشرا، وبناء على ما سبق كله، فإن كل فعل مقاوم هو أيضاً فعل توحيد لهذه الأمة، والعكس بالعكس، كل فعل تفريق لهذه الأمة هو هدية لعدوها وتخاذل أمامه. أدري أنها بديهيات، وأدري على الرغم من ذلك أنها ستغضب الكثيرين، لكن المدى التي تسن اليوم لا تترك لنا مناصاً من قول هذا الذي نقول، وإلا فسنهزم جميعاً، طائفة طائفة وفرقة فرقة.